اهلا بكم اعزائي متابعي قناه دروس ببلاش، معكم مستر وجدي نبيل مدرس اللغه الانجليزيه. النهارده ان شاء الله الفيديو الثاني الخاص بشرح قواعد اللغه الانجليزيه. النهارده معادنا مع مقارنه الصفات comparative and superlative adjectives. الفيديو الاولاني كان عن زمن الماضي البسيط، شرحناه بكل تفاصيله، والنهارده ان شاء الله درس جديد. مقارنه الصفات اللي هي مثلا مثال بسيط لصفة، عندي بيج، عندي مثلا حاجة تفاحة كبيرة، في أكبر منها، في الأكبر من الاثنين الآخرين، وهكذا. هنشوف الدرس ده هنوضحه إزاي. مبدئيا كده بنقول مقارنة الصفات، أنا بستخدم مقارنة الصفات في إيه؟ لما أكون بقارن بين شيئين أو شخصين أو مكانين، يعني واحد أطول من التاني أو أقصر أو أقصر وهكذا، تمام كده؟ يبقى مقارنة الصفات في حالة كثيرة، مقارنة بين شيئين أو شخصين أو مكانين. بس هعمل حاجة بسيطة قوي، اللي هي إيه؟ لازم أكون عارف الصفات حسب النطق. حسب النطق يعني إيه؟ يعني في عندي صفات قصيرة one syllable اللي هي اسمها short adjectives. short adjectives اللي هي صفات تنطق كمقطع واحد، بنقول عليها one syllable. عندي زي مثلا high، عندي big، tall، old، wide، nice، hot. دي صفات تنطق على مقطع واحد، تمام كده؟ يبقى دي صفات قصيرة. ولكن عندي صفات طويلة long adjectives، يبقى الصفة دي أكثر من مقطع، قد تكون اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. خلي بالك، عندي مثلا أمثلة لما بتنطق الصفة مقطعين. عندي مثلا كلمة modern، دي طبعا مقطعين MOD وهنا ERN. ملحوظة برضو عايز أقولها لك، إن المقطع في اللغة الإنجليزية يجب أن يحتوي على الأقل حرف متحرك. أنا بقول على الأقل حرف متحرك، يعني قد يكون اثنين، تمام كده؟ يعني عندك modern يبقى عندي مقطعين MOD و ERN. عندي crowded، عندي crowd وبعدين ED. خلي بالك مش عشان تبقى ست حروف يبقى لازم يبقى مقطعين ثلاثة وثلاثة، لا، يعني عندك كلمة crowd وبعدين ED تحتوي برضو على الاو كحرف ايه متحرك، يبقى انا عندي مقطع اثنين. عندي amazing، خلي بالك دول ثلاث حروف، الاي مقطع، تمام كده؟ ميزنج الاي مقطع، الام اي زد مقطع، الاي ان جي مقطع، ثلاثة مقاطع. عندي مثلا كلمة wonderful يبقى عندي wonderful ثلاثة مقاطع، ادي مقطع، ادي اثنين، ادي ايه تلاتة. طبعا عندي interesting اربعة، خلي بالك عندي interesting يبقى 1 2 3 4. طبعا كنت شرحت قبل كده في فيديو منفصل اللي هو تقسيم المقاطع ازاي، ولكن ده مش موضوعنا دلوقتي. ولكن انا لما اجي اعمل مقارنة بين اتنين مختلفين في صفة، مبدئيا كده بيكون عندي الصفة بحط لها ER وبعدين than، الشيء الأول وبعدين الشيء الثاني، بينهما الصفة مضاف لها ER. مثلا عندي صفة زي high، أنا لما أقارن مثلا بين Mount Everest is higher than Mount Kilimanjaro. Mount Everest is higher than Mount Kilimanjaro، يعني جبل إيفرست أعلى من جبل كليمنجارو. Number two, the Nile River is longer than يبقى الصفة ER وبعدها كلمة إيه؟ than. أما إذا كانت صفة طويلة، خلي بالك خلاص إحنا اتفقنا على صفة طويلة اللي هي صفة أكثر من مقطع، بيكون قبلها more or less وبعدين الصفة وبعدين than برضو، يعني في الحالتين than موجودة. Cairo is more crowded than Aswan، يعني هناك القاهرة أكثر ازدحاما من اي اسوان. يبقى انا عندي بقارن كايرو باسوان، يبقى صفه طويله يبقى مور قبلها وذان مور صفه ذان. برضو نفس الكلام، the dog is less dangerous the lion، يبقى برضو عندي كلمه dangerous او الصفه dangerous بيكون قبلها less وبعدها ايه ذان. طب ما تيجي ابص على المثال ده، the white tablet is expensive than the black one، يبقى طبيعي عندي expensive هتبقى كما هي، يبقى انا احط هنا كلمه ايه؟ كلمه مور. يبقى الصح هنا ان انا اقول the white tablet is more expensive than the black one. طيب عندي صفات قصيره، خلي بالك منتهيه بإي، عندي مثلا كلمه large بقول larger، بثبت الاي واحط ار فقط، وطبعا ذا موجوده معانا. noisy اذا كانت منتهيه بواي،
قبلها حرف ساكن بتقلب الواي الى اي وتحط اي ار، يبقى نايزر ذان هات حرف ساكن قبليه حرف متحرك اللي هو الاو هنا هاتر ذان وهكذا. طب ما نيجي نحل دي بالمرة. The blue bag is heavy than the red one. The blue bag is heavy. طبعا heavy ما ينفعش، بقول ايه heavier. heavier h e a v i e r. تمام كده؟ يبقى قلبت، خلي بالك الواي دي مسبوقة بحرف ساكن، قلبت الواي الى اي وحط اي ار. عندك common exceptions، في استثناءات في القاعدة دي. عندي good ما ينفعش good تقول لي gooder مثلا، عندي bad better، عندي far far وهكذا. good بتبقى better لما اقول لك جيد حسن يعني كويس، better than او better يعني افضل. I am better than علي at math، انا افضل من علي في الماث مثلا. عندي bad بتبقى worse، عندي far بتبقى further. خلي بالك الصفات دي تحفظ كما هي، يعني عندك bad سيء، عندك worse اسوأ. today's weather is worse than yesterday، يعني جو اليوم اسوأ من امبارح مثلا. عندك further، which pyramid is further from the center of Cairo. يبقى الصفات الشاذة عندي good، عندي bad، عندي far، وبرضو هنجلها في كيفية وضعها في صيغة التفضيل العليا. ولكن لازم تخلي بالك، عندي كلمة which بنستخدمها which، which يعني أي أو أيهما، اختيار أو تفضيل أو تمييز، بقول which is or which are. خلي بالك بعد الفعل الصفة، خلي بالك الصفة في الحالة الثانية اللي هي الصفة اللي مضاف لها er، إذا كانت صفة قصيرة ذات مقطع واحد، إذا كانت صفة طويلة بنحط ايه more، more or less خلي بالك على حسب الجملة، وبعدين الصفة وبعدين بتكمل ايه الجملة. يعني مثلا اقول لك which is easier، which is easier يعني ايه ما الاسهل، اي مادة الاسهل، english or math. يبقى خلي بالك برضو انا قارنت بين english والماث، الانجليش والماث، يبقى بستخدم الصفة الثانية في الحالة الثانية المقارنة بين اثنين. طبعا عندي اذا كانت صفة قصيرة او صفة طويلة زي ما شرحت من دقايق. which is less interesting يعني عندك كانت دي easy بقت easier. عندك هنا which is less interesting الأقل تشويقا يعني football or squash، برضو أنا هنا مقارنة بين football و squash، يبقى which is less interesting. عايز تقول مثلا which is more interesting ما فيش مشكلة، أهم حاجة عندي more or less قبل الصفة وبعد الصفة نفسها وبعدين الحاجتين اللي بقارن بينهم وتيجي نحل بالمرة. عندي choose the correct answer from A, B, C, or D. منى number one. منى is space than her sister. عندك quieter, quiet, quietest, and quiet. خلي بالك دي صفة بين مقارنة بين صفة بين اثنين بين منى و her sister، يبقى طبيعي تقول ايه، يبقى هنا quieter, quieter than. number two. ice skating is space skiing. skiing طبعا عندي ice skating وعندي skiing، بقارن بين اثنين. عندك safe، عندك the safest، safer than، safer، يبقى هنا safer than لان مقارنة بين اثنين، ما تاخدش safer فقط لان safer تلزمها ايه او تتطلب than. عندي number three. football is more popular space handball، بقارن بين اثنين more وصفة طويلة than، يبقى طبيعي برضو هنا ايه more popular than. طبعا this that then لا. number two. Number four. which month is اللي لسه اللي انا قايلها دلوقتي من شوية. which month is space January or June. عندي cold colder colder than as cold، الصفة في شكلها الثاني، يبقى هنا ايه colder. بعد كده number five. tennis is less dangerous football، يبقى هنا خلي بالك انا بقول more او less بعد كده الصفة وبعدين ايه وبعدين than وبعدين الشيء الثاني اللي بقارن بيه. عندك this، عندك ذات، عندك ذان، عندك ذان، يبقى less dangerous than. بعد كده number six. which building is space modern least the more most more. which building is space modern، طبعا عندك least لا، عندك the more ما ينفعش، عندك most لا، يبقى which building is more modern، which building is more modern. زي هنا مثلا number four بقول لك which month is cooler وهكذا. طيب عندك بعد كده number seven. who is space you or your sister. who
is space you or your sister بقارن بينك وبين أختك يبقى old oldest older older than يبقى who is older you or your sister مين الأكبر سنا أنت أم أختك. بعد كده عندي number 8 London is far from the seaside but Oxford طبعا هنا far يعني بعيدة طبعا أبعد من عندك far عندك more far عندك more further عندك further فقط يبقى هنا London is far from the seaside but Oxford is further. Number 9 which bridge is space the 6 October bridge or the قصر النيل bridge يعني هو عايز أقول الكوبري الأطول عندك long longer longest longer than يبقى which bridge is وصفها في شكلها ثاني يبقى هنا إيه longer. بعد كده number 10 things are going from bad to الأشياء تسير من سيء إلى أسوأ عندك worser عندك worse عندك more worse more bad طبعا هنا ما فيش حاجة اسمها worser ما فيش حاجة اسمها طبعا more worse دي لو أنا بقارن هنا مش بقارن عندك more bad لأ يبقى more worse لأ يبقى things are going from bad to worse. بعد كده number 2 read and collect the underlined words number 1 French is difficult than French English يبقى أنا بقارن بين مادتين هنا وصفة طويلة مقاطع أكثر من مقطع يبقى هنا طبيعي أحط more فقط يبقى هنا أحط إيه more فقط يبقى French is more difficult than English. Number 2 that mountain was more high than we thought طبعا مفيش حاجة اسمها more high دي صفة قصيرة هتبقى إيه يبقى was higher was إيه higher طبعا more هنستغنى عن more وتبقى إيه higher. بعد كده number 3 the museum is usually crowded on Saturday than Sunday بقارن ازدحام المتحف ما بين يوم الثلاثاء يوم السبت ويوم الأحد طبعا هنا crowded صفة أكثر من مقطع يبقى هنا إيه أحط كلمة إيه more يبقى كلمة more بعد كده crowded than more crowded on a Saturday than a Sunday. بعد كده number 4 a holiday by the sea is good than a holiday in the mountains طبعا عندي good وبقارن بين شيئين بين مكانين الأجازة في بجوار البحر طبعا أفضل من الأجازة in the mountains في الجبال يبقى عندي good خلي بالك دي صفة شاذة good بتبقى إيه better good بتبقى إيه better يبقى better than a holiday in the mountains. بعد كده عندي number 5 the weather this summer is even bad than last summer طبعا bad وعندي صيغه التفضيل الثانيه يبقى هنا ايه worse يبقى هنا ايه worse دي حالات الكومباريتيف اللي هو المقارنه بين اثنين. عندي بعد كده حاجه اسمها صيغه التفضيل العليا the superlative form the superlative of adjectives اللي هي صيغة التفضيل العليا لما قارن بين أكثر من شيئين واحد بمجموعة أو مكان بأشياء أخرى وهكذا. طيب لما قارن بين اثنين مع صفات قصيرة لما يكون المقارنة بين أكثر من شيئين هتبقى إيه عندي أنا خلي بالك لما كانت الصفة وبعدين حطينا لها ER وبعدين than ولكن عند المقارنة بين أكثر من شيئين أو من اثنين أو من مكانين أو شخصين مع الصفات القصيرة بحط قبل الصفة ذا وبعدين الصفة القصيرة خلي بالك عشان نيجي للصفة الطويلة برضو ما زي ما جينا للصفة القصيرة نيجي للصفة ايه الطويلة عندي ذا والصفة القصيرة مضاف لها est مضاف لها est اذا كانت مثلا عندك صفة زي مثلا fast fast تبقى the fastest يبقى عندي الصفة عندي ذا عندي الصفة وبعدين بضاف لها est يبقى علي is the tallest boy in our class مثلا بقارن ادي علي بمقارنة بالفصل كله يبقى علي هو الأطول أو أطول ولد في الفصل عندي زي fast tall دي صفات قصيرة. طيب نرجع إذا كانت صفات طويلة صفات طويلة لسه شارح لي أكثر من مقطع قد يكون مقطعين أو ثلاثة أو أكثر عندي بحط قبل الصفة القصيرة عندي the most or the least يبقى عندي the most أو the least بتبقى قبل الصفة وبعدين الصفة نفسها وبعدين باقي الجملة صلاح is the most popular Arab footballer يعني محمد صلاح مثلا إذا أكثر
يعني لعيبه كره قدم شهره مثلا، يبقى اقول ذا موست بوبولار. ما ينفعش اقول لو انا قارن بين مثلا صلاح وحد تاني بقول مور بوبولار ذان، لكن بقارن بجيب فيه صفه شخص بمجموعه يبقى ذا موست اور ليست، وبعد كده الصفه اذا كانت صفه طويله طبعا، وبعدين تكمله الجمله. math is the least difficult subject مثلا، math الرياضيات is the least الاقل صعوبه، يعني اقل مواد صعوبه، يبقى the least a difficult subject. عندي الجمله دي مثلا this car is expensive car in Egypt، طبعا عايز اقول ان دي يعني اكثر غلاء في مصر. this car is the، طبعا هنا expensive ما ينفعش اقول مور اكسبنسيف ذان لان ما قارناش بعربيه ثانيه، يبقى هنا لازم نكتب ذا زي متفقين. انا بحط ذا وبعدين موست، ذا موست وبعد كده ذا موست اكسبنسيف كار ان ايجيبت. طبعا زي ما احنا قلنا الشريحه دي زي اللي فاتت ولكن في صيغه التفضيل العليا. عندي صفه قصيرة منتهية بإي لارج، بقول ذا لارجست. خلي بالك أنا هي منتهية بإي، بثبت الإي عادي وأحط إس تي، هي المفروض أنا أحط إس تي ولكن هي منتهية بإي. عندي نويزي ذا نويزيست، قلبنا الواي إلى أي حطينا إس تي. عندك صفات قصيرة خلي بالك منتهية بحرف ساكن، عندك زي هات بحرف ساكن مسبوق بحرف متحرك، أقول ذا هاتست، ذا هاتست وهكذا. عندي جملة مثلا هنا elephants are big animals، elephants are big animals، عايز اقول يعني الاكثر حيوانات اللي هي في الحجم يعني، يبقى اقول elephants are the biggest، يبقى هنا برضو اضعف حرف الجي وبعدين احط اي اس اي تي، يبقى هقول elephants are the biggest animals. استثناءات شاسعة برضو زي ما انا قلت في الشريحة نفس الصفات ولكن كانت في مقارنة بين اثنين. عندي good لما قلنا better، عندي bad لما قلنا worse، عندي far لما قلنا further، تمام. لكن في صيغة التفضيل العليا good بتبقى the best، يعني اقول لك سامي is the best student in class، يعني سامي ده افضل واحد. لكن لو بقارن سامي من حد تاني بقول سامي is better than. بعد كده bad the worst، عندي today's weather is the worst، الطقس اليوم هو الأسوأ. عندي the furthest، the red pyramid is the furthest from the center of Cairo، يبقى دي صيغة التفضيل العليا. اللي فاتوا كانت صيغة بين اتنين اللي هي good كانت better، and better than bad worse than far further than. ما تيجي نحل أمثلة مباشرة. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Number one, who is a space person in your family? مين الأكبر أو الأطول شخص في عائلتك؟ عندك tall, tallest, the tallest, taller. طبعا مقارنة بين اثنين، لأ مش هاخد ولا taller ولا tall ولا tallest كمان، لكن الصفة لازم يسبقها the، يبقى هنا who is the tallest person in your family. Number two, in my opinion، في رأيي my mom is a space cook in the world. أنا في رأيي إن ماما دي أفضل طاهية في العالم. عندي جود لأ، عندي بيتر ما بقارنش بين اتنين، عندي بيست ليست كافية، يبقى هنا the best، يبقى هنا the best، my mom is the best cook in the world. بعد كده number three, you probably know that whales are space animals in the world، يبقى you probably know that whales are، طبعا عندك big مش هتنفع وهي مش موجودة أصلا، biggest اللي يلزمها the، وعندي ذا بيجر طبعا هنا ذا بيجر وبيج ذا بيجر وبيجر مش تنفع، وعندك بيجست ليست كافيه، يبقى هنا ايه ذا بيجست. بعد كده نمبر 4 ديد يو نو ذات ويلز ار ذا، طب ار ذا يعني هو جايبها لك مسهلها لك خالص، عندك نويزي ما ينفعش، عندك نويزست، عندك نويزر، عندك ذا موست نويزست، لا طبعا عندك نويزر ما بقارش بين اتنين، يبقى ار ذا نايزست صفه قصيره مسبوقه بذا وحط لها اي اس تي. بعد كده نمبر 5 ديد يو نو ذات سبيس فاستست انيمالز ان ذا وورلد از ا بيرد، دو يو نو ذات، طبعا هنا فاستست ما فيش حاجه اسمها ذا موست فاستست وذا مور، كل الجزئيه دي طبعا خطا. عندي هنا ذا لان ذا وهنا الصفه القصيره اللي مضاف لها اي اس تي ذا فاستست. Number six, she bought space cake in the shop. Biggest, the biggest, the most big. مفيش حاجة طبعا اسمها the most big or big in the shop. هنا in وبعدها أماكن،
يبقى هنا they she bought the biggest cake in the shop. بعد كده عندي who is a space singer in your country. يعني دلوقتي ما أكثر أو من هو أكثر يعني مطرب أو مغني مشهور في بلدك. عندك famous، عندك least famous، عندك most famous، عندك the most famous، عندك famous لأ لوحدها لأن أنا بقارن واحد على مستوى البلد كلها، يبقى least famous برضو حتى لو كانت least famous كانت هتبقى فيها ذا. عندك هنا most famous برضو هيلزمها ذا، يبقى هنا الاختيار الصحيح هو the most famous. the most famous. أنا اخترت دي عشان وجود ذا كمان. بعد كده number 8 my sister is a space person in my family. أختي هي أصغر واحدة سنا في العائلة، يبقى my sister is young the young the youngest the younger. طبعا عندي young أنا طبعا مش هاخدها، أنا كان ممكن أقول my sister is young فقط، لكن أنا أختي على مستوى العيلة كلها، يبقى هنا the young مفيش حاجة اسمها the young. عندي مفيش the younger لأن أنا مفيش then، لو بقارنا بين اتنين يبقى my sister is the youngest person in my family. نكمل number 9 the Nile is the space river in the world. نهر النيل أطول نهر في العالم، خلي بالك صفة قصيرة اللي هي long. طبعا هنا عندي the longer مفيش the longer لأن ما قارنش بين اتنين، عندي longest يستلزمها يتطلبها ذا، عندي longer ما بقارنش بين اتنين برضو، يبقى the Nile is the longest river in the world. بعد كده 10 going for a meal is in a restaurant is a space activity when it's cold outside. يعني عندي the best، عندي best، عندي the most good، عندي the more good. طبعا مبدئيا دول the most good or the more good مش هينفع، يبقى هنا going for a meal ان احنا نخرج نتناول وجبة في مطعم is best activity when it's cold or when the best، يبقى is the best activity when it's cold outside. بعد كده number 11 Hala is wearing her space dress today. More new newer than the newest the newest. طبعا ما فيش حاجة اسمها more وصفة قصيرة، عندي newer than ما بقارنش بين اتنين، عندي newest يتطلبها ذا، يبقى الإجابة الصحيحة طبيعي the newest. يبقى Hala is wearing her newest لأن هنا في ضمير ملكية، ضمير ملكية، يبقى her newest dress today، لكن ذا طبعا عشان ده وجود ايه، وجود her. بعد كده لكن انا الجملة دي كنت ممكن اقول Hala is wearing the newest dress today، طبعا لكن her وجود her يخلينا نقول مفيش يعني عدم استخدام the اذا جت صفة ملكية. بعد كده number 2 read and correct the underlined words. number 1 we bought most expensive house in the city. احنا اشترينا الاكثر غلاء، يبقى هي we bought ايه، عندي most موجودة، يبقى انا ما الا ان انا احط ايه the most، يبقى انا احط the، يبقى التصحيح هنا we bought the most expensive house in the city. بعد كده number 2 in my opinion history is most interesting subject. طبعا عن نفس الفكرة، يبقى انا احط هنا the صيغة التفضيل العليا، خلي بالك most موجودة ما فيش مشكلة ولكن يتطلب وجود the. بعد كده number 3 I think motorbikes are more dangerous bikes. خلي بالك طالما انا قلت more dangerous ما فيش مشكلة لغاية دلوقتي، يبقى طبيعي لازم اكتب كلمة than بعد more dangerous، يبقى more dangerous a more dangerous than. بعد كده number 4 عندي my neighbors are the nicer people are the nicer people، حتى في النطق مش ماشي قوي، طبعا انا الجيران دول افضل ناس الطف ناس يعني are the، طالما في وجود the يبقى are the nicest nicest. بعد كده دينا number 5 دينا is the clever girl of all. بقارن دينا بمجموعة البنات كلها، يبقى are the cleverest are the cleverest. الصفة ادي clever تبقى كما هي، وبعدين clever وبعدين نحط est. بكده نكون انتهينا من درس جديد من دروس القواعد اللغة الإنجليزية. ألتقي بكم في فيديو جديد إن شاء الله. My best wishes Mr. وجدي نبيل.